التطورات هي استمرار عمليات القصف الصاروخي والمدفعي من قبل الجيش الإسرائيلي على مناطق مختلفة من قطاع غزة. يعني قبل تقريبا دقائق من الآن كانت هناك غارة إسرائيلية استهدفت منزلا وسط مدينة دير البلح، ما أدى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا وأيضا المصابين والذين تم نقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى في هذه المدينة. وسبق ذلك أيضا استهداف على الأقل 4 منازل في مخيمي المغازي والبريج أيضا في وسط قطاع غزة، ما أدى إلى سقوط 3 من الضحايا وأيضا عدد من المصابين والذين أيضا تم نقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى في المدينة دير البلح. والذي هذا المستشفى كان تعرض خلال ساعات نهار هذا اليوم لارا إلى عمليات إطلاق نار مباشرة من قبل الجيش الإسرائيلي، والتي أصابت هذه الطلقات النارية أقسام مختلفة داخل هذا المستشفى. أما هنا في مدينة غزة وتحديدا في المناطق الجنوبية الغربية في منطقة الشيخ عجلين، هذه المنطقة التي يتوغل فيها ويتمركز الجيش الإسرائيلي بألياته ودباباته ومدرعاته، يواجه مقاومة عنيفة من قبل المقاومين من كتائب القسام الذين يطلقون القذائف الصاروخية وأيضا يفجرون العبوات الناسفة في الآليات العسكرية المتمركزة في تلك المنطقة. ولكن مطالبات الجيش الإسرائيلي للمواطنين بالنزوح على طريق الساحل طريق هارون الرشيد من المناطق الشمالية إلى المناطق الجنوبية من قطاع غزة، هنا في المناطق الشمالية استجابة شبه معدومة من قبل المواطنين، لأن المناطق الوسطى من قطاع غزة والمناطق الجنوبية لا زالت تتعرض لنيران الجيش الإسرائيلي والتي يسقط من خلالها أعداد كبيرة من الضحايا وغالبيتهم من المواطنين الذين كانوا نزحوا خلال أيام الحرب هذه المتواصلة على القطاع، وغالبيتهم من المناطق من مدينة غزة وأيضا من شمالي القطاع. أما في الوضع الميداني في المناطق الشمالية وتحديدا في مخيم جبال يلارا، كان تعرض أكثر من منزل لعملية استهداف من قبل الطائرات الحربية الإسرائيلية، ولكن أيضا في المناطق الجنوبية وتحديدا في مدينة خان يونس، هذه المدينة التي تتعرض لكثافة نارية من قبل الطائرات الحربية الإسرائيلية وأيضا المدفعية الإسرائيلية، كان في ساعات الأخيرة استهداف عدد من المنازل للمواطنين، ما أدى إلى سقوط أيضا عدد من الضحايا وعدد من الجرحى، إضافة أيضا لأنه تم استهداف أحد المنازل وسط مدينة رفح، ما أدى إلى سقوط على الأقل 5 من الضحايا وعدد من المصابين. هذه المدينة الصغيرة جدا الحدودية التي يتواجد بها أعداد كبيرة من النازحين سواء من المناطق الجنوبية كخان يونس والوسطى من دير البلح والمخيمات وأيضا من المناطق الشمالية من القطاع، لا زال الوضع الإنساني بها صعب وصعب للغاية خاصة في صفوف المواطنين النازحين.